السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نبدأ من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ونبدأ أول الملفات من تكرار انتهاك السيادة العراقية والقصف الإيراني المستمر على مدينة أربيل شمال العراق، إذ كشفت مصادر مطلعة عن محاولة ميليشيات مسلحة مقربة من طهران ولديها تمثيل برلماني داخل العراق بعرقلة عقد جلسة للبرلمان الحالي أو منع الخروج بإدانات شديدة ضد إيران واستبدالها بكلمات عائمة للحيلولة دون إدانة القصف الذي شهدته أربيل فجر هذا اليوم. طبعا بحسب معلومات فإن تلك الميليشيات أصرت على زج الهجمات التركية في جلسة المناقشات المرتقبة للبرلمان للتشويش على التهديدات الإيرانية. في غضون ذلك، وصفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي القصف الإيراني على كردستان بالعدوان الطائش، فيما طالبت سلطات أربيل حكومة السوداني بموقف واضح وصريح بشأن تلك الهجمات. قام مقام قضاء أربيل نبز عبد الحميد قد أعلن عن تعرض مخيم جيزنيكان قرب ناحية بحركة للقصف الإيراني، فيما أعلن قائم مقام قضاء كوي سنجق طارق الحيدري سقوط صواريخ إيرانية على مقر الحزب الديمقراطي والمركز الصحي في مخيم آزادي للاجئين، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات البيشمركة. الآن مشاهدينا لنشاهد اللحظات الأولى للقصف الإيراني على مدينة أربيل ثم ننتقل للتعليقات. خاتم بوشو اي بابا اي بي اخلاقنا اي بي شرفنا اخوا واخلاق بوشو اي والله رجو زليل ليدا ديدا ها رجو زليل رجو زليل صاروخ دي مشاهدينا الكرام، قبل أن أنتقل للتعليقات أود أن أنوه لحضراتكم بشأن قضية اللبس الحاصل ما بين القصف التركي على مناطق في شمال العراق وتواجد القوات التركية في شمال العراق وما بين القصف الإيراني. قبل عام 2003 كانت هناك اتفاقية أمنية أبرمت ما بين الجانب التركي والجانب العراقي بشأن تواجد القوات التركية وشنها لعمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. بعد الاحتلال بعد عام 2003 وتحديدا في عام 2007 عقد وزير الداخلية في حكومات الاحتلال حكومة نور المالكي في وقتها لقاء مع وزير الداخلية التركي في وقتها، وتم تأكيد وتنشيط بنود الاتفاقية الأمنية التي وقعت ما بين تركيا وما بين العراق قبل عام 2003. في عام 2009 أو 2010 زار نور المالكي تركيا، زار أنقرة، وأكد مرة أخرى على الاتفاقية الأمنية الموجودة والموقعة ما بين الجانب التركي والجانب العراقي. إذن هناك اتفاقية أمنية موقعة قبل الاحتلال وتم تأكيدها مرة أخرى بموافقة حكومات الاحتلال بعد 2003. فلماذا إذن تركيا تعتبر عدوانا وانتهاكا للسيادة في نظر الأحزاب في حين إيران لا تذكر؟ لنتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. عماد الخالدي يقول:
في حالة حصوله أو حصول أزمة داخلية كبيرة داخل بلد، هذا البلد يقوم بتصدير الأزمة إلى خارج البلد لإشغال الشعب والرأي العام بهذه الأزمة. إيران تعاني من تظاهرات تكاد تسقط النظام، لذلك قررت تصدير الأزمة إلى خارج بلدها. عميد أو عماد يقول: الحكومة العراقية شنو دورها؟ أعتقد تراقب عن كثب. سيف الفضلي يقول: عادي، هسه الحكومة العراقية تنزل استنكار وينسي الموضوع. ولدينا عزيز المحمدي يقول: الجيش العراقي، وزارة الدفاع، الرتب اللي يحملوها الضباط كلها فريق أول ركن، المن ضاميها والبلد ينقصف ومنتهكين سيادته. معنا السيد أبو مالك من أمريكا، أول المتصلين معنا في هذه الحلقة، تفضل يا أبو مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للقصف الإيراني، نعم، يعني كثير من الناس يسألون شنو هذا الصمت الحكومي. طيب استغرب أنا من يسألون هذا السؤال، هي الحكومة بطبيعة حالها يعني منو هي؟ هي ولاها كل الإيران. الحكومة هي عبارة عن الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي من مين متكون؟ هذا العامري، نور المالكي، صالح الفياض، قيس الخزعلي، هذول المن ولاهم؟ كله ولاهم الإيران. نعم. وهم اللي جعلوا العراق أرض خصبة لإيران بأن تنقصف بين حين وآخر. فما اكو حكومه ولا اكو سياده للعراق حتى نقدر نتكلم عنها. مو تقول اكو حكومه ولا اهل العراق حتى الواحد يقدر يستفيدها. نعم. ويقول وين الحكومه؟ ليش هذا القصور؟ هي الحكومه الايرانيه يا استاذ محمد. نعم. لا، اذا هي حكومه، اذا هي حكومه ايرانيه، ليش لعاد العراق على لسانهم بالطالعه والنازله يتكلمون باسم العراق، باسم العراقيين، يتحدثون وكانهم الفاتحين، هم اللي بنوا هذا البلد وخلوه من البلدان المتطورة المتقدمة؟ هذا كله تسويق إعلامي أستاذ محمد. أنت شوف محمد الشيعي السوداني، 700,000 قرار ميطة سوالك الهور مرق والقصب خواشيك. هو أول قرار المفروض ينطيه يجعل السلاح في الدولة. شخص ذاك اليوم انقتل أمريكي، لحد الآن ما يعرفون منو اللي قاتله. يعني معقول اكو انسان عاقل بالعراق يصدق هذا الحكي؟ ابو مالك، شنو قيمه المليارات؟ اسمعني بس لو سمحت ابو مالك، لان الوقت ضيق. شنو قيمه المليارات اللي تنفق على وزاره الدفاع والداخليه والتسليح والاستشاريين الامنيين والعسكريين اللي يجيبوهم من ايران ومن غير ايران؟ المفروض تطور من اداء القوات المسلحه. اذا هم ما قادرين يحمون حدود العراق، شلون راح يحمون العراق وابناء العراق واموال العراق من الاعتداءات الخارجيه؟ لا، شنو قيمه هذه الاموال اللي انصرفت؟ هذا كله اللي الجيوب راحت على من انصرفت؟ يعني انت تصدق انه انصرفت على القوات، على القوات الامنيه؟ كله بوق، هذا كله عقود وهميه وبوق بجيوبهم. نعم. كله سرقات مليارات الدولار راحت. شكرا ابو مالك من امريكا، انا اشكرك، وصلت الفكره. احمد من مصر ناخذ معنا. السيد احمد تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحييك وبحيي قناة الرافدين والكادر الطيب. حياك الله. والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أولا بوجه تحياتي للسيد المرحوم شيخ المقاومة العراقية السيد الشيخ حارس الدار رحمه الله، الذي قاوم الاحتلال الأمريكي والإيراني سواء بسواء، لأنه حافظ على كرامة العراق. بالنسبة للقصف الإيراني على مناطق الكردية في المناطق الكردية في شمال العراق، نعم، والقصف التركي، بالنسبة أجيب لك القصة من أول. أما جاء الاحتلال الأمريكي البغيط على الشعب العراقي وضربه، كان الشعب المصري كان زعلان إن البلد دي دولة شقيقة، ودولة إزاي دي دولة تحتل من قبل أمريكا. طيب،
فالمهم ان الشعب المصري قال حسني مبارك حرام كده ده دوله شقيقه عشان الشعب العراقي سمعنا. سيد احمد، سيد احمد ادخل بالموضوع لان الوقت ضيق، ادخل بالموضوع. ما تعليقك، ما تعليقك على القصف الايراني على العراق ولماذا هذا السكوت من قبل الحكومه؟ ما بالك يا باشا، انا هقول لك على كل حاجه. بالنسبه للقصف التركي، القصف الايراني على شمال العراق، لان الحكومه العراقيه الحاليه حكومه ولايات للايران، يعني ايران هي اللي بتمشيها، يعني ايران هي اللي مسيطره على الميليشيات اللي عملتها الميليشيات الولائيه. نعم. اللي قفلت ابناء الشعب العراقي من الكفاءات والناس الكوادر الطيبه اللي بنت العراق وقتلتهم الناس. نعم. الشرفاء من حزب البعث، فهم دمروا القيادات الوطنيه وقيادات الجيش في الجيش والشرطه والناس اللي كانوا بفهمهم وهجروهم، اللي راح مصر واللي راح الدوله، وهم على دماغنا من فوق يعني. طيب شكرا احمد، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا للمشاركة. نكمل المشاهدين الكرام طبعا مع هناك وجهات نظر بالنسبة للطرح الذي يأتي من المتصلين، قضية حزب البعث وغير حزب البعث، هناك تفاوت بالآراء بشأن هذه القضية، لا يجمع الكثيرون على الماضي، وأيضا لا يوجد اتفاق على أي شيء بخصوص أداء هذه الأحزاب التي حكمت العراق. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام، إلى ملف فوضى السلاح وانفلات الأمن المستمر في العراق. في الوقت الذي تتسلط فيه ميليشيات الإطار الموالي لإيران على رقاب العراقيين، تتواصل عمليات الاغتيال التي تنفذها تلك الميليشيات كما يرى مراقبون، حيث شهدت محافظة ميسان صباح هذا اليوم حادثة اغتيال للشاب كرار صادق الشميسي قرب دائرة البطاقة الوطنية في العمارة بعد الهجوم عليه من قبل مسلحين، كما أيضا أكدت مصادر محلية هذا الموضوع. طبعا هذا يأتي في مشهد يعكس حجم الفوضى الأمنية وعجز القوات الحكومية عن توفير الأمن للمواطنين. لنشاهد. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، الانفلات الأمني، وننتقل إلى موضوع آخر. طبعا من ضمن المظاهر للانهيار الأمني في العراق هي ليست فقط عمليات الاغتيال والتصفية، بل تتوجه إلى أو تنتقل إلى قضية عملية السطو المسلح والاغتيالات والتصفية الجسدية وأيضا النزاعات العشائرية. في بغداد تعرض سائق سيارة أجرة إلى محاولة تصفية جسدية بعد أن تعرض لعملية تسليب من قبل عصابة كادت أن تنهي حياته لولا أن لطف الله به خلال عبوره من جسر ديالى إلى منطقة الوردية. خلونا نسمع حيثيات الحادثة وتفاصيلها كما يرويها صاحب العلاقة. نصيحة لشك واحد أبو تاكسي لا يشتغل بالليل، خاصة منطقة جسر ديالى الوردية، والله العظيم على السيطرات اللي شفتها ببغداد غير بالقرآن يا وزير الداخلية، كل شيء ما يسوون، محاولة تسليب، سلبوني والله، سلبوني، ضربني بشعب المسدس هنا، وضربني هنا، نزلوني من السيارة، خذوا السيارة مالتي، بس الله الله، أهل البيت ماكو، شافوا الدوريات مال الشرطة ماكو، عافوه وطبوا اتجاه الوردية، تك تك سودة بيها ثلاثة جماعة تمتاني همين، ضربني هنا وضربني هنا، نزلت أدافع عن روحي شايل بوري أني، ما حسيت إلا أنا وين العالم ملتمة عليه، خلف الله عليهم. نكمل مع موضوع الفوضى الأمنية مشاهدينا الكرام. طبعا من ضمن مظاهرها النزاعات العشائرية، طبعا بالطبع هي الأخرى، تعد واحدة من مظاهر انهيار الأمن في العراق، وغالبا ما تحصل هذه النزاعات لأسباب غير منطقية أو غير مقنعة. منها على سبيل المثال صراع حول ملكية بقرة، أو مشاجرة بين أولاد يلعبون في الشارع، أو بسبب منشور على موقع فيسبوك. هناك أسباب أخرى كثيرة كما يراها عراقيون تافهة كما يصفونها. هناك أيضا وفقا لمصادر مطلعة أسباب أخرى،
طبعا بالرغم من أن القضاء الحالي يحاسب المتورطين بالنزاعات العشائرية بموجب ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب في مسعى للحد من هذه الظاهرة، إلا أن تطبيق هذا القانون بقي حبر على ورق في ظل سطوة الجهات المتنازعة وعدم قدرة الدولة على محاسبتهم، كونهم دائما ما يرتبطون بالميليشيات. طبعا لا تستغربون مشاهدينا الكرام من نشوب نزاع مسلح في وضح النهار في العراق، أصبح أمرا عاديا جدا بالرغم من وجود المارة وغياب القوات الأمنية كما حصل في مدينة الصدر شرقية بغداد. خلونا نشوف. هذه النزاعات العشائرية والصراعات المسلحة التي تحدث أصبحت أمرا عاديا بالنسبة للعراقيين. هذه الحياة تستمر بالنسبة للعراقيين في ظل هذه الظروف بكافة أشكالها، ورغم كل المعوقات ورغم كل المخاطر المترتبة على تبادل إطلاق النار. طبعا هناك إصابات بسبب الرصاص الطائش الذي يأتي نتيجة النزاعات العشائرية، وأصبحت هذه الأمور جزءا من الحياة اليومية للمواطن العراقي. خلونا نوضح بشكل أدق، في ظل نزاع عشائري كانت هناك مباراة بين فريقين شعبيين لكرة القدم، لم يوجد أي خوف من النزاع المسلح، بالعكس استمرت المباراة بشكل طبيعي جدا. ودعونا نشاهد الآن كيف تستمر الحياة في العراق بالتعود في ظل غياب القانون واندماج الإنسان مع هذه المشاكل التي يعاني منها دائما وأصبحت أمرا اعتياديا في حياته اليومية. خلونا نشوف. لنتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. محمد رحيم يقول: لا وبقوا يلعبون صدق، لو قالوا المبلل ما يخاف من الرمي. رشيد يقول: لو كانت أكو حكومة بمعنى الكلمة وقانون قوي لا ينحاز وقوة أمنية لا تتحكم بها الأحزاب، لما تجرأ أحد لا في الداخل ولا في الخارج أن ينتهك البلد بهذه الطريقة. تعليق من رضا يقول: إلى متى يبقى هذا السلاح المنفلت؟ وإلى متى تبقى هذه الحكومة ضعيفة والبلد بلا قانون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لدينا تعليق من محمد يقول: شيء طبيعي حصول هذه المعارك داخل بلد حكومته مهزوزة. معنا السيد علاء من لندن، تفضل يا علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيد علاء. الله يبارك فيك. تحياتي لحضرتك وإذاعة قناة ربي يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. أخي العزيز، يعني صراحة يعني هي قوة، يعني واحد على قولة المصريين يعني بالعافية، هذول طبقة تعرف أنت يعني خاصة السياسي الشيعي ما أخبث ما أتى إلى العراق صراحة، على أساس أنهم يستلمون الحكم منتظرين 1400 سنة وراح يسمون العراق جنة وكذا، طلعوا مجموعة حرامية وسراق وقتلة. يعني هاي قدامك هسه شوف شوف قد جبناء، يعني دي ينضرب العراق بهالصورة هاي زين، وهم ولا هذا شنو هسه دالغة على أساس القصف التركي وكذا، على أساس يعني أنا هيك جبان مشاي إلا يجيب الأتراك وما يجيب طاري الإيرانيين. يعني عجيب غريب، وتعرف التدال السياسيين السنة عمات أنا شو اسمه، يعني شايف واحد يقول لك هذا لقمة الصياد لك واخذ. طيب بعد وين المحررين، وين
حماة الأعراض، وين اللي البلد ما يقدر من دونهم، الحشد وجماعته، وين هاي الميليشيات اللي طلعت عضلاتها على الناس البسطاء المساكين في محافظاتهم، وين سلاحهم؟ ليش ما يرد على إيران؟ بالضبط أستاذ محمد، هي هاي المشكلة. هذول جبناء يعني، وين لحد وين يعني؟ بس شوف حسن نصر الله مثلا، ماكو قناة يحكي يقول والله كذا ويهدد، هذول جبن ماكو سام واحد. وشوف شوف على اساس يعني، ما شفت بحياتي اعذار حاشاك سخيفه مثل اعذارهم. اكبر جبناء يعني هذول الايرانيين دازين عليهم دوس يعني. شوف والله العظيم ماني الى السبعينات زين، من صارت يعني، من اجى يعني الحكومه الجديده، حكومه البعث بعد الستينات وكذا، وهاي ما تعرف انت، ما عندنا شويه سلاح مو في شغله، بس اكثر كانت عصابات. حزب البعث طبع كل العصابات وخاصه عصابات بغداد. سيد علاء، سؤال سريع يعني بالنسبه للحديث، يعني هم يقولون او يقول من يؤيد هذه الميليشيات انه انتوا ليش تحكون على ايران؟ ايران اللي فتحت لنا مخازن سلاحها، ايران اللي ساعدتنا في محاربه داعش، ايران الجاره اللي وقفت لنا في الوقت اللي الكل سد بابه بوجهنا. طيب في المقابل ليش ما يقولون ايران الان تقصف وتنتهك سياده العراقيين؟ ايران تدفع بتجار المخدرات الى العراق، يدخلون زوارها بشكل همجي ويتجاوزون كل القوانين والاعراف. هاي ليش ما يذكروها؟ ليش فقط يتحدثون عن امور هم يعتقدون أنها حقيقية وهي كلها أخذوا ثمنها من أموال العراقيين؟ رحم الله وجهك، فضحهم. أنا أقول لك الصراحة، هي مثل صارت فكاهة. هم على أساس يقولون وإيران وفتحت لنا وكذا، بعدين يجي العبادي فضحهم وفضح كل ميليشياوي، قالوا شنو جيت تحشون أنتم؟ كل فلس أخذوه، باعوا سلاح يعني عادي فشي وباعوا سلاح، وثم شطونا يعني الإيرانيين، يعني شطونا طونا يعني، هذا اعطونا اقمار صناعيه، اعطونا كذا، اي هالتوفقه وهالبندقيه وهالهذا. طيب. وذولا تعرف الامريكان شلون يساعدوهم بالطيران. نعم. وكذا. انا اشكرك سيد علاء من لندن، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه. طبعا ننتقل مشاهدينا الكرام الى موضوعنا اخر لدينا في هذه الحلقه، وننتقل من الملف الامني الى ملف الخدمات وانهياره وانعكاسه على الواقع التعليمي في ظل تأثر الطلبة بهذا الموضوع. طبعا حدثت موجة أمطار شهدها الجميع في محافظات عراقية مختلفة، انتظرها العراقيون بفارغ الصبر بعد الجفاف الذي ضرب العديد من محافظات العراق، لكن تحولت هذه الأمطار من نعمة إلى نقمة بسبب ما خلفته من معاناة فاقمها انهيار البنية التحتية وعدم الاستعداد المبكر في ظل التقاعس الحكومي عن توفير الخدمات للعراقيين. في حي صلاح الدين في مدينة سامراء، طلبت مدرسة الأسوار كانوا على موعد مع الطين والبرك والأوحال التي تشكلت نتيجة الأمطار في مشهد يظهر حال العراقيين وهم على أعتاب عام 2023. هذا حال الشباب بالطين، شفتوا باوع سوينا لهم طس عمود يعبرون، معون واقفين من الطين، شباب وقعت الطلاب مع البنات شنقه من يطلعن. باوع بالطيان دوسوا، محافظة صلاح الدين ومدينة سامراء ليست الوحيدة التي تعاني. الحال في قضاء الشنافية بمحافظة القادسية لا يختلف عن حال طلبة سامراء، إذ حولت الأمطار الأخيرة شوارع القضاء إلى مساحات طينية يصعب السير فيها بعد عجز الحكومة عن تعبيد الشوارع كما يقول سكان القضاء. لنشاهد معاناة الطلبة. أنا أدرس أول
يعني هذا طريق للمدارس. طلاب ما تقدر تمشي، شوفوا وهذا ما تقدر تمشي من الطين، لا وصل لا مدير بلدية ولا قائم مقام لهنا. شوفوا، ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام، ولكن نبقى في محافظة القادسية، إذ توعد مدرس في إعدادية الجواهري في مدينة الديوانية، توعد المحافظ ومدير البلدية بالإضراب عن الدوام أو إغلاق المدرسة إذا لم يتم إزالة الطين ومياه الأمطار من أمام المدرسة بعد تأخر طواقم البلدية عن أداء مهامها وتعذر الدراسة بسبب تراكم الطين والأوحال ومياه الأمطار حتى داخل المدرسة. طبعا ذكر المدرس الحكومة بثورة تشرين ولوح بالتصعيد ضد كل من يتقاعس عن تقديم الخدمة للعراقيين وفي مقدمتهم طلبة المدارس وجيل المستقبل. دعونا نشاهد. الله خلقنا شجعان، واللي يريد يحول نفسه جبان خلي يحول نفسه جبان لا يأثر على الباقين. باسمي كمدرس ونيابة عن كل الكادر التدريسي وعنكم أنتم، نقل صوتكم لمدير بلدية الديوانية على الحال المزري لبوابة الإعدادية، اللي المدرس يجي يضطر يدخل والطالب مضطر يدخل، حش السامع حذاء كلهم طين، لا تناسبني كمدرس ولا تناسبك كطالب نظيف. ومن المستحيل أن نسكت أو نسكت ونسكت وما عندنا حكومة تنتبه لحق المواطن ولا تحترم حق المواطن. احنا عايشين ببلد إذا ما تناشد وإذا ما تصير شجاع وتطالب بحقك ما تأخذ حقك، الحقوق تؤخذ ولا تعطى، تعلمنا من تشرين هاي قضية، واضح؟ لذلك أنا أوجه كلمة منا إلى الحكومة المحلية، وقاعد أصور يوصل كمدرس وكمدير مكتب مؤسسة صحفية، أنقل معاناة الإعدادية للأسبوع الجاي إذا ما صار حل وفق القانون والدستور، ما نطلع عن القانون والدستور، نغلق المدرسة ونطلع مظاهرة إلى أن يحترمون الواقع التدريسي ويحترمون الطلاب ويحترمون المدرسين. دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. علي الزيادي يقول: بارك الله بكم أستاذ، خدمات صفر والطين وصل للبيبان، من الصعب جدا الوصول للمدارس وخاصة الابتدائية. تعليق من أيوب عبد الإله يقول: والله يا ريت لو كل مدراء المدارس يفكرون مثلك ويساندوك بهذه الخطوة. لدينا تعليق من عامر القريشي يقول: هذه معاناة أغلب المدارس للأسف، وسكوت الإدارات شيء معيب، أن ترى زملائك وأبنائك الطلبة يعانون حتى يدخلون المدرسة. لدينا تعليق من أحمد الزيادي يقول: والله طالبت بأبسط حقوقك كمواطن، أحسنت، يا ريت الكل يسير بهذا الاتجاه. طبعا لدينا رسالة على الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أستاذ، هو البلد لو في قانون وفي ناس تحكمه صحيح، أنت شوف إيران كل يوم اعتداء وقصف وأرواح تزهق وهم يغضون الطرف كأنهم يسمعون بأذن ويطلعون من الثانية. يا أخي هو بلد سيادة ما بي ولا حرمة، فمن السهل من الداخل تصبح هرج ومرج. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها.
من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة. تظاهر المئات من المحاضرين في بغداد للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم في موازنة عام 2023. احتشد المتظاهرون أمام وزارة المالية في العاصمة بغداد منددين بالتسويف الحكومي لمطالبهم. خلونا نشوف جانب من تظاهرات المحاضرين في العاصمة بغداد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى تظاهرة أخرى من بغداد إلى البصرة، حيث احتشد المحاضرون أمام مبنى مديرية تربية البصرة للمطالبة بتنفيذ مطالبهم بالتثبيت ضمن موازنة 2023 ورفض تسوية ملاكات المحاضرين وإعادة النظر بها. ردد المحاضرون هتافات منددة بالسياسات الحكومية والتسويف المستمر لمظلوميتهم. لنشاهد. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع من محافظة البصرة إلى محافظة ذي قار، حيث تظاهر المحاضرون في الناصرية أمام مديرية التربية للمطالبة أيضا بتثبيتهم على الملاك الدائم واحتساب سنوات الخدمة ضمن موازنة العام المقبل. لنشاهد. نأخذ بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أحمد القيصر يقول: نتمنى منكم إنصاف المحاضرين من خلال تثبيتهم على الملاك الدائم. تعليق من هديل كامل تقول: أبسط حق لنا هو التثبيت، لا خلف الله على أحد، درسنا وسهرنا وتعبنا، ما حد منطينا من جيبه. مهندسة دعاء تقول: بالتوفيق وأبسط حق ممكن تفكر به الحكومة، اللهم، لأن والله لما نقعدوا المحاضرين هاي الأيام المدارس فرغت، أو تفكر به الحكومة إلهم. تقول علوش يقول: تثبيت المحاضر واجب على الحكومة.
طبعا كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. معنا السيد أبو علي من لندن، فضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أمس تكلمت على موضوع مظاهرات المحاضرين وقلت هذولا إذا ما تطلعوا لهم ثورة مثل ثورة الإيرانية أقعد ببيتك واسكت، أدوخ نفسك، هاي ما تطلع لي تقمز لي ساعتين وثلاثة وترجع. عندنا دولة ميليشيات، دولة عصابات، دولة جاي حكمك بالسلاح وبالمال وبالقوة، ما تطلع لي تقمز لي ساعتين إذا ما تصير ثورة عارمة مثل إيران. الآن إيران نصها طاقة بيد الثوار إيران، وبنات ها بنات جاي واجهن الرصاص الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي، بنات تعلموا من البنات، ما اقول بنتعلموا من الرجال، اتعلموا من البلاد. هذه مره تحكي انا حكينا اذا بصير ثوره عارمه، ثوره قويه، يعني شيل التوثيقه، شيل عوده، شيل شنو ما تريد، شيل ذولا عصابات ميليشيات، لا يوظفوك عمي ولا يعطوك عقد وظيفه ولا هاي، ذولا بينات هم يطلعون، هم جاي يطلعون بينات يقولون ايش منتظرون من عندنا، احنا سراق، احنا عملاء، احنا خونه، احنا مجرمين، هم يقولون هذا عبد الرزاق الحيالي وغير عبد الرزاق الحيالي. نعم. هم جاي يقولون بالنسبه للقصف على ايران، القصف على اربيل وسليمانيه. نعم. اليوم اسماعيل اقاني هذا الارهابي هدد العراق، قال انا راح ادخل عسكريا بريا، والجماعه لا دانا ولا شتبه وكل شيء ماكو، شافوا بلد تايه بيد الميليشيات. زين، بيد الميليشيات. اذا عمي اذا انت ما تقوم يا شعب العراقي، مو تقوم تقعد تطلع ساعتين وترجع، تقوم عمي بعد لا تطلع، يعني لا ترجع للبيت، لا ترجع. يا تعيش بكرامتك ومرفوع راسك، يا اطم نفسك احسن لك والله. شكرا ابو علي من لندن، انا اشكرك، وصلت الفكره. صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا يعني نتعجب على الصمت الحكومي والحكومة الإقليم والحكومة المركزية. يعني كل السياسيين ورجال الدين والمعممين اللي لهم كان دور في تأسيس هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة. يعني من عمار الحكيم إلى مقتدى الصدر إلى السيستاني والمراجع الموجودة إلى الوكلاء الى المالكي، كل الطبقه السياسيه اللي هي جاي تحكم سواء سنه كانم او شيعة او اكراد، وبالذات حكومه الاقليم. شنو ردكم على القصف اللي صار اكثر من مره؟ ايران انتهكت السياده العراقيه، ايش راح تردون؟ هاي الاموال اللي تدفع للبيشمركه والعسايش واللي تدفع الى جهاز مكافحه الارهاب والرواتب وغيرها، يعني يمتى تردون على ايران؟ يعني حتى لا شجيب ولا اي شيء ردة فعل من الحكومة العراقية على التجاوزات اللي صارت، والمشكلة يروحون ضحايا ابرياء من المواطنين. ليش برايك ماكو رد؟ لان الناس ولايين، واحنا حكومتنا في بغداد تابعة الى ايران، وما يقدر يردون، ما حد يقدر يرد، لا مقتدى الصدر ولا المالكي ولا السوداني ولا عمار الحكيم، كلهم تربوا في احضان ايران ووضعهم من هذا الحليب الغير طاهر من صدر الفارسية، فما يقدر يردوهم ولا يقدروا يعني بيان رسمي او استدعاء السفير الايراني يقول له جلسون عمي انتم عندكم مشاكل داخليه في ايران تريد تنقلوها للراي العام على انه راح تبدون حرب على اقليم العراق من سليمانيه واربيل ودهوك وغيرها، يريد يغيرون هاي الاعلام الموجود هسه المتوجه عليهم في الداخل الايراني الى شمال العراق في سبيل يغيرون كل هاي الاوضاع الاقتصاديه العدوم والوضع الامني المتدهور والاعتقالات والقتل، ويخلوها ايران ضربت شمال العراق والحكومه العراقيه راضيه لانهم كلهم ملايين وتبعيه. شكرا صباحا، اشكرك، وصلت الفكره، اعتذر منك طبعا لضيق الوقت. لدينا رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم، إيران تضرب شمال العراق كما تركيا تضربه، ومثل ما صرحت ببغاء إيران اللا عراقية حنان الفتلاوي. أما مياه الأمطار التي لا تجد بناء سدود تجمعها لحل مشكلة نقص المياه والجنود الإلكترونية تعلق على النت بأن الفيضانات تحصل أيضا في أستراليا وأمريكا وأوروبا وفي أكثر دول العالم، هكذا يغيبون العقول العراقية. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات وننتقل إلى فقرة الهاشتاج في هذه الحلقة.
حيث جدد خريجو كليات العلوم مطالباتهم بإطلاق استمارة التعيين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي الذي حملوه مسؤولية عرقلة تعيينهم، فضلا عن تجديد مطالبتهم بإدراجهم في موازنة 2023. طبعا طالب الخريجون رئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني بالالتفات لمظلوميتهم وعدم تجاهل أصواتهم في وسم العلوم تناشد الشيع السوداني. دعونا نعرض لحضراتكم بعض التغريدات. مريم تقول: ستبقى حملة أنا علومي أطالب بحقوقي صداحة إلى حين أخذ حقوقها كاملة، وهذا حق ضمنه لنا الدستور العراقي، لن ولم نتراجع عن حقوقنا. كرار يقول: إن من واجب الحكومة توفير فرص العمل لخريجي الدولة التعيين، وهذا حق كفله الدستور لشباب دولة العراق، وهناك الكثير من خريجي الجامعات قد بخس حقهم، ومن ضمنهم شريحة كلية العلوم وما صابها من بخس حقها بسبب الآلية المعتمة أو المعتمة والسياسة الفاسدة التي اتبعها مجلس الخدمة. تغريدة من غيث الخالدي يقول: كافي ظلم لهالفئة من نتلقاها من وزارة الصحة اللي مخليتنا على الفضلة، إذا زادت الدرجات ينطونهن إلنا، ما زادت إلنا الله، لو المجلس اللي لعب نفسنا بهاي استمارته ودمرنا وبخس حق هواي ناس. علي عامر يقول: أعدادنا لا تتجاوز 30,000 في كل العراق، لماذا هذا التهميش والظلم بحقنا؟ ننتقل مشاهدينا الكرام إلى ما لدينا أيضا من فقرات، وهذه فقرة إنفوغرافيك. يفصلنا عن انتهاء العام نحو شهر ونصف، ولا يزال العراق بلا موازنة مالية عامة بعدما عجزت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي عن إرسالها إلى البرلمان الذي يقوم بمراجعتها واعتمادها. فهل تستطيع الحكومة الجديدة برئاسة محمد الشيع السوداني سن واحدة جديدة للعام القادم؟ هذا التقرير الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية يسلط الضوء على قضية الموازنة. لنتابع. هذا المسجل لديهم ليس أكثر من 60,000 في كل مرة. طبعا مشاهدينا الكرام، بقضية البطالة بين فئة الشباب بالعراق والتظاهرات التي نتابعها باستمرار التي انتقدها السيد أبو علي من لندن الذي يقول بأنه لابد أن تكون تظاهرة عامة ويكفي هذه التظاهرات الجانبية التي تطالب بخدمات أو بفرص عمل. طبعا رقم بخصوص هذه التظاهرات: لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب حددت نسبة أو أعداد العمالة الأجنبية في العراق بأكثر من 1,500,000 عامل أجنبي يعمل في الشركات الموجودة في العراق نفطية وغير نفطية. كيف تسمح الحكومة بتواجد هذه الأعداد الضخمة من العمالة الأجنبية في وقت لدى العراق أكثر من 40% نسبة بطالة بحسب البنك الدولي؟ أليس من المفترض أن تلتفت إلى شباب العراق الخريجين وتنظر إليهم
وتزجهم في سوق العمل بالشركات الخاصة، المشاريع الخاصة أو الحكومية، بدل أن تعتمد على العمالة الأجنبية في تسيير أمور الشركات؟ وأين قانون العمل من ضمان حقوق المواطن العراقي وإجبار هذه الشركات على تشغيل الأيدي العاملة العراقية في مقابل تواجدها وعملها في العراق؟ هذه أسئلة تطرح حقيقة من الشارع العراقي بشأن هذا الموضوع. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.